يقدم لكم هذا البرنامج من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. مرحبا بكم مشاهدينا في برنامجكم الصحي الاسبوعي ليزيكسبير، البرنامج اللي كيوجهكم باش تهلاو في صحتكم نتوما وعائلتكم ووليداتكم، وهادشي من خلال تعريفكم على مجموعه ديال الامراض اللي كتجينا صعيبه كنبغيو نفهموها شنو هي هاد الامراض، شنو هي طرق العلاج، ولكن الاهم من هادشي كامل طرق الوقايه. لهاد الغرض كيرافقني في الفقرات البرنامج مجموعه من الضيوف، مجموعه من المتخصصين في المجال باش يجاوبونا على كل تساؤلاتنا، ولكن اللي كيكون معايا دائما البروفيسور ياسر سفياني. شكرا لكم، شكرا لكم، مرحبا بكم، مرحبا بكم في هذا البرنامج. ياسر عندك طريقتك الخاصة ترحب بالجمهور ديالنا. إذا اليوم كيف عودنا الجمهور ديالنا والمتفرجين ديالنا غنتكلموا ديما على ثلاثة ديال المواضيع. الموضوع الأول موضوع كنظن باللي باين من الزي ديالي ومن لو بوتي روبان، هذا بطبيعة الحال اللي هو الموضوع ديال السرطان، مع الأسف أكثر قسوة على النساء، ولكن حنا اليوم نعطيكم بزاف أمل. الحوايج أمل في الحياة اللي أنهم كيفاش نعالجوه وسورتو كيفاش نتفاداوه. الموضوع الثاني عنده ارتباط بالعلاقات الاجتماعية والدور ديالها في صحة الإنسان. والموضوع الثالث دائما اللي كيهم ربما عزمة علينا كاملين هم الأطفال ديالنا، ونشوفوا تاهما كيفاش بعض الأمراض اللي كيجيوهم كيفاش نعالجوهم ونتفاداوهم. أنا متشوقة باش نتكلموا في هاد المواضيع كاملة مع الضيوف ديالنا، ولكن قبل ياسر غادي نبقاو مع هاد الميكرو خطوة ونرجعوا لكم. نزلنا للشارع وسولنا بعض النساء على واحد المرض كيعرفوه، وكانت هذه هي الأجوبة ديالهم. من زمان هو هذا المرض كاين، يعني ماشي يلا ولا ديما كان كتجينا شي حاجه صعيبه، مي في الوقت الحالي مرض عادي بحال زعما بحال الزوكه بحال الروح بحال اي مرض. كانت عندنا واحد الدريه من العائله صغيره بقى صغيره تعانات بهذا المرض هذا، زعما دابا كاين اللي كيتخلع منه وكاين اللي ما كيتخلاش منه. مابقاش كيخلع حيتاش ولا شي حاجه عندها الدواء، والا عرفتيه بكري ديك الساعه ما غاديش تكون حتى شي مشكله وان شاء الله تشافى. لا ما نتخلعش. دابا مؤخرا ولاو بزاف ديال الارشادات ولا التوعيه ولا حملات. كيجيو عندي سيدات كيكون اصلا دازوا بهذا المرض هذا وتغلبوا عليه بكل سهوله. بالنسبه لي انا شفت ناس يعني متقبلين هذا المرض وعايشين معاه. انا كنمشي ندير كونترول يلا درت مؤخرا. مشيت دوزت عندنا السبيطار ديالنا في الحومه درناه. بحكم انا تاينا السن ديالي فايت 30 عام مره كنمشي ندير كونترول. لا ما عمرني درتو. يلا تكلمت معايا الصديقه ديالي قالت لي خاصك ديري ما حدو كاين واحد الحمله ولا ما عرفت بحال هكا. كلشي يمشي يدوز وكلشي يمشي يقلب، اللي باقي صغير يمشي يدوز ويشوف صحته. فشنو هو هذا المرض؟ تفاصيل اكثر مع البروفيسور ياسر وإلهام في بلاتو ليزيكسبير. من خلال ميكرو تروتوار اكيد عرفتونا اننا غادي نتكلموا على سرطان الثدي، ولكن قبل ياسر ما غادي نتكلموا على هذا الشيء انا موجده لكم واحد المفاجاه، نطلقوا الاغنيه. عرفتي الأغنية؟ هاد الأغنية دارت للتحسيس باش النساء ياخذوا بعين الاعتبار أهمية الفحص المبكر، وكان جمعت مجموعة من الأصوات المغربية، مجموعة من المغنيات اللي عطاو الكثير الموسيقى المغربية، وتم الكتابة ديالها بعناية واللحن اللي كان جميل بزاف باش نتقربوا أكثر من هاد النساء اللي كيعانيو من هاد السرطان. ونخليك حدا الصبورة ديالك وتشرح لنا أكثر هاد المرض.
شكرا إلهام. قبل ما نهضروا على المرض نحاولوا نتعرفوا على المكونات ديال الثدي وفين يمكن هذا المرض كيتطور. ملي كنشوفوا اذا الثدي هنا هو مكون عن طريق واحد المجموعه ديال الحوايج. كاين الشحمه اللي كتغلف الثدي وكاين داخل الثدي كاين هاد اللي كنعيطوا لهم الغدد اللي كيتكون فيهم الحليب. الحليب كيتكون من في الفتره اللي كتكون المراه يعني من المراهقه حتى حتى السن اللي كينقطع فيه دب الحيض. هاد لي لوبول كيكون عندهم واحد الاتصال بواحد الانبوبات دي كانو لي كانو غالاكتوفو اللي هما كيمشي لراس البزوله باش كيعطيو الحليب. اذا هاد الثدي ملي كيشوفوه بحال هكا بعض الحالات ان كيتكونوا فيه خلايا سرطانيه هما اللي كيبداو في الاول وهما اللي كيبقاو يتطوروا بشويه بشويه في الاول. وهذا هو المهم ربما اللي غنشوفوا في هذه الحلقه هو انه ما حد هذاك الخلايا السرطانيه محدوده في هذا لي غلاند فكيكون عندنا حدود اكثر واوفر للعلاج قبل ما يدوزوا في بلايص اخرين اللي غنشوفوهم حتى هما ولا يقد يبدا حتى في القنوات والانبوبات اللي كانوا. وعاد كيفاش نوصلوا انه اكثر من 90% يمكننا الى حصلنا المرض في هذه الفتره هذه فاحنا كنكونوا تقريبا عاجلا المراه بطبيعه الحال. داكشي علاش كيهضروا بكيفيه كثيره على الفحص المبكر يعني كل ما تعرف بكري كل ما امل ولا الفرصه العلاج كتكون اكثر. هادشي غنشوفوه مع الضيوف ديالنا وغنحاولوا نوضحوا من خلال هذا جميع هاد التساؤلات اللي كيسولوا المراه وخاصه بحال اللي قلنا انه من المرض رقم واحد من ناحيه السرطان السيدات. وياسير شكون الضيف اللي غادي يحضر معنا في الفقره الاولى؟ اللي غتحضر معنا اليوم طبيبة اختصاصية في امراض السرطان هي دكتورة فدوى قشاش من مدينة الدار البيضاء. نرحب بها جميعا. مرحبا بك. مرحبا بك دكتورة فدوى. شرفتينا في بلاطو لي زيكسبير. انا سعيده بالتواجد ديالي معكم. مرحبا بك. اول سؤال هو شنو هما اسباب هذا المرض؟ الوغ سرطان الثدي عنده اسباب متعدده. السبب الاول هو السن. فكيف ما تنعرفوا كل ما تقدمت السيده في السن كل ما كان خطر الاصابه اكبر. من بين الاسباب الاخرى كيكون الاسباب العائليه ولا الجينيه وراثيا. تماما. يعني السيده كتكون حامله الجين اللي كيخليها تكون اكثر عرضه للاصابه بسرطان الثدي. كيكونوا حالات في العائله اكثر من الجهه ديال الام. اما الام الخاله ولا الجده الجهه الاب العمه ولا الوغ من جهتين غير هو اكثر كيكون من جهه الام. ولكن في الجهتين الا كانوا حالات فكتكون هذه السيده يمكن اكثر عرضه للسرطان الثدي. وكاين اسباب اخرى اللي اسباب هرمونيه. مثلا السيدات اللي كانت عندهم سن البلوغ في سن مبكره انقطاع يعني طمت في سن متاخره يعني كيكون داك التعرض للهرمونات لواحد المده طويله. السيدات اللي ما عندهمش اطفال ولا يعني الولاده كانت من بعد في سن متقدمه. وسيدات كذلك اللي تياخذوا يعني علاجات هرمونيه لمده طويله هاد السيدات يكونوا اكثر علاجات عرضة. هرمونيه مثلا لابيلول. لا بيلول مازال الدراسات ما تبتاتش باللي 100% تعطي سرطان الثدي مي تقدر تكون كتزيد شويه سورتو الا تخات في مده طويله اكثر من 5 سنوات. واش ملي كنتكلموا على سرطان الثدي واش كاين سرطان واحد ولا بزاف ديال انواع السرطان وشنو هو الاختلافات بيناتهم؟ الوغ كاين مجموعه ديال انواع السرطانات. في سرطان الثدي كاين النوع اللي تيكون على يعني كيتكون من الغده كاين اللي كيتكون من القنوات ديال الحليب اللي تكلمتي عليهم. وكاين انواع اخرى اللي دابا في طورات الابحاث الجينيه ولينا تنقلبوا على بعض الاختلالات الجينيه في كل سرطان. فما بقيناش كنتكلموا على سرطان الثدي ولا كل سرطان كان عند كل سيده. هو اللي سمعنا انجلينا جولي دارت واحد انجلينا جولي مثلا كانت حامله لذاك لو جين بي ار سي ا 1 بي ار سي ا 2 وبالتالي كان خصها دير استئصال تدين قبل المرض. لان هاد لي جين فاش كتكون هي او لها الطفرات الجينيه فاش كتكون السيده حامله ليهم فتيكون عندها يعني خطر الاصابه كبير بزاف. قبيله ذكرتي وقلتي من بين
المسببات ان ممكن ان السن المبكر عاد الامراه ممكن لها تصاب بسرطان الثدي، في حين ان كنشوفوا بزاف ديال البنات اللي كيكونوا مازال صغار وكيتصابوا بسرطان الثدي. واش كاين عمر محدد ولا كاين ولا كتبقى مساله فقط؟ ما كاينش عمر محدد، يمكن تكون السيده باقا صغيره في السن وتصاب بسرطان الثدي، يعني في العشرينات ممكن. اكيد الوغ كنشوفوا حالات ديال السيدات في العشرينات اللي تصابوا. باش ما نخلعوش المشاهدين ديالنا، حنا اليوم بغينا نعطيو بصمه امل ونقولوا باللي راه السرطان الثدي يمكن لينا نتعالجوا منه. شنو هو طرق العلاج؟ شنو هما طرق العلاج اللي يمكننا نعتمدوا؟ كان واحد النقطه مهمه قبل ما نوصلوا للعلاج، ديما نشوفوا التشخيص، لان كيفاش المراه واش هي من بديتها نفسها خصها دير بعض الفحوصات، واش خصها تمشي تقلب بطريقه مستديمه عند الطبيب ديالها والطبيبه ديالها اللي كتبعها، شنو هو يعني وابتداء من اي سن هذا الفحص وهذا المسائل خصها دير بطريقه استباقيه. الوغ التشخيص مبكر مهم بزاف في سرطان الثدي، هو من اكثر السرطانات اللي كناكدوا فيها على التشخيص مبكر. علاش؟ لان كل ما اكتشفنا المرض بكري كل ما كانت فرص العلاج كبيره بزاف. فعند النساء اللي حاملين الاورام صغيره كيكون فرص العلاج اكثر من 90% ديال العلاج 100%، وهذا الشيء يعني مهم بزاف. الوغ التشخيص المبكر كيفاش يكون؟ اولا السيدات كلهم ابتداء اون فادير من سن 18 سنه خصهم يقلبوا الثدي ديالو لمده. تسمح لي وقفتك دكتوره، واش يمكنك تورينا في السبوره كيفاش المراه تقلب الا بغيتي تكبر؟ الوغ غادي نتخيلوا بلي عندنا واحد الخط عمودي دايز من الوسط ديال الحلمه، وواحد الخط افقي دايز حتى هو من الوسط. هذا الشيء اللي تيقسم لينا الثدي لاربع مناطق، داكور، المنطقه العليا الخارجيه، العليا الداخليه، والسفلى. الوغ السيده غادي تبدا تقلب بالجهه بالجهه يعني بلا بوم دو لا ما، يعني باليد ديالها كتقلب. شنو كتقلب تلقى بالضبط؟ واش كاينه شي كره ولا شي كتله في التدي ديالها؟ بغيتك تاكد واحد النقطه مهمه، ان ماشي اي كره راها تساوي سرطان، لان هذا هو التخوف، لان عاوتاني خصنا اون ميم طون نمشيو للتحسيس ديال المراه كيفاش تقلب، ولكن ماشي يعني تكون الاضطرابات على اي كره. ما كاينش غير الاورام الخبيثه في سرطان التدي، ولكن حتى الاورام الحميده خصها تشخص وخصها تراقب، داكوغ. دونك يفو خصنا نمشيو عند الطبيب. اي كتله لقيناها في الثدي ديالنا او لا تحت من الابط، يعني السيده حتى من تحت الابط ديالها خصها تقلب بشكل دوري، يعني مره في الشهر. الو هذه ديال الابط باش يفهموها المشاهدين، غنتكلموا على واحد الحاجه ما كيعرفوهاش الناس بزاف، هذا الشيء اللي كتشوفوا دابا بالخضر اللي هما كنسميهم بالفرنسيه لي لانفاتيك، هما بحال واحد القنوات اللي مديورين باش اي حاجه خبيثه تمشي. الا انه في بعض الاحيان، وهنا اللي غنخليك تفسر كيفاش كيمشيو داك الخلايا المريضه، كيمشيو في هذاك الطرقه الخضر. الوغ كاينين جوج طرق باش كينتشر سرطان الثدي او يعني اغلب السرطانات. كاين عن طريق الاوعيه الدمويه، عن طريق الدم، فالخليه كتكون في الثدي ومن بعد كتمشي عن طريق الاوعيه الدمويه لبعض الاعضاء بحال الكبده بحال الريه، اولا عن طريق الغدد اللمفاويه، عن طريق الاوعيه اللمفاويه اللي هما تتشوفوا بالاخضر. باش نبسطوا للناس يعاودوا يفهموا اكثر، هادو بحال واحد القنوات واحد التيويات اللي ما دايش فيهم الدم بحال العروق والشرايين والاورده، هادو الخاصيه ديالهم انهم كيصلحوا فقط كيدوزوا فيهم بعض الخلايا، اما باش الدات تخلص منهم ولا باش يساعدوا على المناعه، وهما في حد ذاتهم بحال واحد البوليسي. داكوغ. الوغ هذا الشيء اللي كيخلي ان الغده اللمفاويه مني تتشوف باللي بحال سي ان بياج، يعني كتشد ديك الخليه السرطانيه وكتزاد في الحجم ديالها، وبالتالي فالسيده مني تتقلب تحت الابط ديالها فيمكن لها تلمسها، وديك الساعه خاصها تمشي تشوف الطبيب ديالها. الا كانت ذاك الكره مثلا دارت السيده قلبات الثدي ديالها ولقات كره كتحرقها، واش مني كتكون غالبا كنقولوا الكره ملي كتكون كتضر فهي ما خايباش، واش هادشي بصح او لا؟ هادشي بصح في اغلب الاحيان ماشي دائما. تحقوا بيا ثقه الحر على شنو هما طرق العلاج ديال سرطان الثدي؟ الوغ اسمح لي انا قبل ما نجاوبك على هذا السؤال بغيت غير نتكلم حتى على الاعراض الاخرى باش النساء ما يظنوش غير باللي راه كتله في الثدي هي سرطان. هي اللي سرطان. الوغ كاينين اعراض اخرى بحال اي تغير في الجلد ديال الثدي، يا اما احمرار يا اما حبوبه.
حبوبه اولا مثلا سكون ابل لا بو دورانج كتولي بحال قشره ديال الليمونه كتقصح وتيوليو فيها انقطات هاد الحلمه اولا الراس البزوله الا داز بالدم ولا بلا ان ليكيد ولا هذا الا السيده ما كترضعش سي با نورمال ان يدوز السائل من الراس ديال البزوله بصفه عامه من غير الفحص اللي كيدير البنت او المراه فواحد السير بطريقه مستديمه فاي حاجه اللي بانت لها ماشي عاديه ما تمشيش بعيد في الافكار ديالها ولكن تمشي عند الطبيب ماشي تمشي في الافكار ما يمكن ليناش نتكلموا على سرطان الثدي وما نتكلموش على لي غيغيير بزاف ديال النساء مصابات بسرطان الثدي فيهم امنا فيهم اختنا فيهم صاحبتنا خالتنا هادشي علاش بغينا اليوم نتقاسموا معكم تجربه ديال واحد الانسانه اللي كانت محاربه بدرجه قائده علاش لان ما استسلمتش وعطات بزاف ديال الناس بصمه امل داكشي علاش حنا عيطنا لها في بلاطو لي زيكسبير باش تقاسم معكم التجربه ديالها تحت صفيقاتكم Kautar. تبارك الله عليك كوثر مرحبا بك انا فرحانه حقا جيتي عندي بلاطو لي زيكسبير تبارك الله عليك بارك الله بغينا نقربوا قصة ديالك للمشاهدين والناس اللي كيشوفونا يمكن تكون عبرة ويمكن تكون هي القصة اللي غادي تخليها يمكن تضرب الفقد وتقول انا نمشي نقلب كيفاش حتى اكتشفتي على انك عندك سرطان الثدي هذا هو الهدف ديالي انني نوعي وتكون القصة ديالي عبرة لجميع الناس واحد النهارات مبدوش ديالي كندهن بالدات ديالي بالكريم المرطب حتى صدر ربي بغى يبين ليا واحد الكتلة قاسحة ما كانش كضرك ما كانش كضرني كنقيس التدي الاخر كنقول ياك ما كاينه فيه ياك ما التدي دايرين بحال هكا ما كنلقاهاش كنقول راه مرتبطه بالدوره الشهريه كنتسنى الدوره الشهريه تمشي تكمل تكملات الدوره الشهريه باقا الكتله كتسنى باقا كاينه تماك ديك الساعات ما ترددتش ومشيت عند الطبيب ديال النساء طبيب النساء شاف دار لي الفحص ومن بعد طلب مني انني ندير ليكو مامو حاجه مورا حاجه حتى كيطيح لي هذا الخبر بحال واحد الاعصار بحال واحد تسونامي صغيره ما عنديش سرطان في العائله ديالي كنديها في راسي متفائله زعما محبه للحياه بواخا هكاك جاني مرض ديال السرطان كيفاش حسيتي العامل النفسي ديالك وديال عائلتك في ذاك الوقيته كيفاش كان قربينا منه اكثر العامل النفسي ديالي بعدا كاين ملي كتسمع هذا الخبر بحال هكا بطبيعه الحال غادي تكون محبط ما غاديش زعما كاين كتحس براسك ما كتفهمش علاش وكيفاش وكيفاش كيفاش انا ماشي علاش انا مي اشنو درت حتى جبت لي هذا المرض هذا حيت ما يمكنش يجيني غير هكا المحيط ديالي حاولت انني ما نعطيش هذا الخبر من الاول خليتو ليا ما قلتهاش للناس كاملين حيت ما قدرتش انني نزيد من الحده والقساوه ديال هذا الخبر بانني نجرح حتى المشاعر ديالهم هما دونك قلت غادي نحاول بعدا انا نتقبلوا ونخلي غير راسهم المحيط القريب لي انا اللي كانوا كلنا مهرسين وشويه بشويه الحمد لله ايام قليله تقبلته والحمد لله الاطباء ديالي عطوني الامل من النهار الاول يعني نهار اكتشفت المرض ومشيت عند الطبيب طبيب الاورام طبيب الجراح قالوا لي ما تخافيش هذا المرض وي كيكون صعيب في العلاج ديالو ولكن نسبه الشفاء راه كتكون كبيره بزاف دونك عطوني الامل عطوني ثقه الحره على كوثر تبارك الله عليك كوثر الحمد لله على سلامتك ولكن بغيت كذلك تقربينا على كيفاش تغلبتي على هذا المرض اول حاجه بعدا كاين هي ما ترددتش نهار لقيت فيها الكتله حيت كنعرف شحال من وحده كتلقى الكتله وتتقول لك كتخاف ما بغيتش نعرف كتخاف من داك بلا ما نعرف لا ما بغيتش نعرف حتى كتعرف وكيكون فات الفوت لان مرض السرطان نهار كينتشر في الدات كيكون صعيب في العلاج ديالو ما كنقولش مستحيل ولكن كيكون صعيب اول حاجه ما ترددتش ومشيت عند الطبيب باش نعرف واش حميده ولا سرطانيه لقيتها سرطانيه الحمد لله في واحد لو ستاد يعني في واحد هذا اللي ما كانش كبير ما كانش متقدم ثاني حاجه درت كان الايمان ديالي كبير بالله ودرت الثقه في الاطباء ديالي الحاجه اللي قالوا لي ماشي عاوتاني ثقه عامية كنسولهم كنبغي نفهم انا دائما كنبغي نسول باش نفهم اي حاجه غنديروها علاش وكيفاش درت الثقه ديالي في الاطباء ديالي تبعت البروتوكول ديالهم ما عمرني تعطلت في العلاج ولا هذا من الحويجات اللي وقعوا لك في هذا المرض وانك احتفظتي بالتدي ديالك ما تمش استئصاله الحمد لله زعما كاين انايا كنت تالمون قويه وشجاعه قلت للطبيب ديالي قلت له ما عنديش مشكل غير ديروا لي زعما كاين عمليه استئصال
كامل اللي تادي هما قالوا لي لا حيت انتيا لقيتيه في واحد لو ستاد بريكوس غادي نحافظوا لك على التادي ديالك وما غاديش نحيدوه لك لان فرص النجاة ولا الشفاء بحال بحال حيدنا لك ولا خلينا لك. هاد المساله هادي كتخليني نسول دكتور قشاش كيعني على ان ماشي كاع النساء المصابات بسرطان الثدي خاصهم يحيدوا البزوله ديالهم يمكن انهم يحيدوا الورم فقط ويحتفظوا بالثدي. الوغ استئصال ديال الثدي ما بقاش كيكون ولا بنسبه قليله علاش لان اولا كنحاولوا ما امكن باش نحتفظوا بالثدي ثانيا كاينه دوتغ اوبسيون يعني واحد طرق جديده فبعض المرات كنقدروا نبداو بالعلاج الكيماوي. واش العلاج الكيماوي يساوي الشعر غيطيح؟ هذا هو السؤال الاول اللي كيسولو اي مريض خصو. هذا هو السؤال رقم واحد عنده. الوغ الدواء اللي تيطيح الشعر راه معروف عند السيدات اللي تيديروا لها شيميو تيقولوا له الدواء الاحمر هو واحد النوع من الشيميو اللي تيطيح الشعر ولكن ماشي دائما كيكون في عند جميع السيدات المصابات بسرطان الثدي. هادشي علاش كناكدوا على التشخيص المبكر. شكرا لك كوثر القصه ديالك واعره والحمد لله على سلامتك هذا اهم حاجه والقصه ديالك كنظن على انها غادي تعطي امل في بزاف ديال النساء والشابات المصابات سرطان الثدي وبني غادي يشوفوك اليوم جالسه معنا متعافيه بصحيحه ديالك غادي تخليهم يكملوا برغبه العلاج ديالهم لانهم غادي يشوفوا راسهم فيك متعافين من بعد. شكرا لك كوثر. قبل ما تودعينا بغيتك تكلم عن النساء وتعطيهم واحد الكاميرا ليك. اي امراه عرفت راسها مصابه بمرض ديال السرطان اي سرطان ولا اي شخص بغيت غير تعرف باللي راه ماشي انت الاول وللاسف ما غاديش تكون انت الاخر. انا ما كرهتش السرطان حبسوا عندي انايا ما يزيدش الناس اخرين ولكن هذه هي الحياه غادي يبقى هذا المرض. بغيتك تعرفي ولا تعرف انه باذن الله الا كانوا المعنويات قويه راك غادي تغلب عليه وغادي تولي صحتك احسن وغتولي انت كشخص كانسان غتولي واحد النسخه احسن واحسن غادي يقويك وغادي يخليك ان شاء الله تمتع وتعرف بالقيمه ديال الحياه اللي زوينه قصيره ولكن زوينه بزاف. زوينه تبارك الله عليك كوثر. شكرا شكرا لك دكتور تدوى. هما يعني لي ميساج الواضحين اللي تعطي للسيدات باش انهم يشخصوا هذا المرض اقرب وقت الى الله يحفظ حتى باش يحميه باش يحميو راسهم. الوغ التشخيص هو السيده خصها تقلب كل كيف ما كان السن ديالها على الاقل مره في الشهر تقلب التدي ديالها باش تشوف اي تغير تمشي تشوف الطبيب ديالها. التشخيص ايضا هما عند السيدات ابتداء من 45 سنه حتى ل 70 سنه هو تشخيص تصويري او لما يسمى بالماموغرافي كل سنتين يعني عند جميع السيدات وعند السيدات اللي عندهم حالات في العائله او اللي كيكون عندهم لو ريسك خاص يبداو قبل من 45 سنه. الوغ بالنسبه للوقايه الوغ كاين كيف ما هضرنا على الاسباب كاينين شي اسباب خارجين على الاراده ديالنا هما الاسباب الوراثيه الهرمونيه اكسيتيرا ولكن كاينين اسباب اللي نقدروا نتحكموا فيها بحال نمط العيش ديالنا التغذيه ممارسه الرياضه وحتى لو ستريس السيجاره وبالنسبه لنمط العيش ناكدوا ايضا على لو ستريس التوتر دونك الصحه النفسيه حتى هي مهمه. دكتور فدوى قشاش شكرا لك بزاف على كل هذه المعلومات. شكرا لكم لانكم نتوما اللي كترافقوا هاد العيالات هادو في هاد المرحله هادي وكترافقوا عائلاتهم وكيف ما سمعتوا مشاهدينا العلاج هو كاين ولكن الاهم من هادشي كامل الفحص المبكر لان كل ما اكتشفتي بكري على ان عندك سرطان تقدري يكون عندك امل اكبر في العلاج وفي التعافي. شكرا لك مره واحده اخرى. شكرا دكتور فدوى. ياسر دابا غادي ندوزو للموضوع الثاني واللي كنظن على انه عنده علاقه بعلاقاتنا الاجتماعيه وشكون غادي يتكلم لينا في هذا الموضوع وشنو هو الموضوع. الموضوع اولا كنشوفوا بلي انه حنا تكلمنا على التوتر تكلمنا على واحد المجموعه ديال الاشكاليات ومن بين المسائل اللي كتحسنها وكتخلينا اقل توترا وبعض المرات يمكن اكثر توترا هما العلاقات الاجتماعيه. هادشي علاش غادي نمشيو نشوفوا الروبورتاج ونرجعوا لكم باش نكملوا في الموضوع. نزلنا للشارع وسولنا الناس على العلاقات الاجتماعيه وتاثيرها على الصحه. كان شي بيرسون زعما دغيا كتاثر ولا شي واحد زعما ما كي ديفلوبيش راسو بيرسونيلمون داك زعما تقدر تقول لي غير شي جمله ولا شي حاجه تاثر عليه. العلاقات كلما تكون فيها جيده وفيها نوع من التبادل، تبادل منفعه، تبادل
المعارف دابا هادو المصالح حتكون في الطريق الصحيح، مما يؤدي انه الحاله النفسيه تكون جيده. من الحاله النفسيه الجيده أذين اكيد حتكون الصحه الجسديه جيده. من وجهه النظر ديالك شبالي ما كتاثرش، حيت انا ما غاديش نكون كنتحمل دوك المشاكل ديال شي شخص اخر. البديه غتاثر نفسيا بطبيعه الحال، مي ابخي تقدر الا كان افيك لاكوميلاسيون زعما يقدر التراكم يقدر يولي عضوي. فواش العلاقات الاجتماعيه كتاثر علينا صحيا؟ الجواب مع البروفيسور ياسر الهام بلاتو ليزيكسبير. اهلا بكم مشاهدينا، واللي غنستدعيوه يتكلمنا على هذا الموضوع اللي شفنا هو الكوتش عبد الكريم النوي. تحت التصفيقه ديالك. كريم نوي، شكرا لك. شكرا. مرحبا بك بلاطو لي زيكسبير. وصراحه كوتش انا هذا الموضوع كيهمني، علاش؟ لان دائما علاقاتنا الانسانيه والطريقه اللي كنتعايش بها مع المجتمع كتاثر بشكل مباشر على الصحه ديالنا. قول لي الى اي حد ممكن على ان الانسان يتصاب بامراض خطيره لحقاش كيتعاشر مع ناس ما مزيانينش، توكسيك بالنسبه ليه؟ هذا المشكل ديال العلاقه ما بين العلاقات الاجتماعيه والصحه ديال الانسان هو المشكل ماشي غير مع الصحه. جميع المشاكل، كاين واحد عالم النفس سميتو ألفريد أدلير، فهو كيقول جميع المشاكل اللي عندنا في حياتنا هي مشاكل اللي جايه من العلاقات الاجتماعيه. داكوغ. ماشي غير العلاقه غير مع الصحه، العلاقه مع الحياه ديال الانسان كامله. منين كيكون عندي مشكل في العلاقات الاجتماعيه اوتوماتيكمون كيكونوا عندي مشاكل في حياتي كامله. وإلا بغيت نجاوب على السؤال ديالك على المساله ديال الصحه، هو المشكل ماشي في لي بيرسون توكسيك اللي كيكونوا معايا، المشكل في كيفاش انا كنتعامل مع المشاعر اللي كناخذ من دوك الناس اللي سلبيين. نبداو في التطور ديال الانسان من الطفل اللي حنا كنعرفوه عندنا وليداتنا. ما كنعرفو نقولوا لهم يكون عندهم بزاف صحابهم وديما معاهم، ولا كنحاولوا نحافظوا عليهم، يعني بحال تكون واحد العلاقات الاجتماعيه اللي تكون هي بلوز، يعني بحال نقولوا ملتزمه في بعض جوج ثلاثه الاصدقاء. شنو هو اللي احسن للنمو ديال الطفل والتطور ديالو؟ هو اللي احسن بالنسبه للنمو ديال الطفل هو انني نربيه على يكون عنده الذكاء العاطفي. حنا دائما كنعيشوا وسط الناس، ولكن المشكل الكبير هو منين كنكون مع ناس اللي ما كيعجبنيش واحد التصرف ديالهم، او لما كتعجبنيش واحد الكلمه قالوها ليا، كيفاش انا ديك الساعه كنتعامل مع المشاعر ديالي انا؟ فهنا فين كيكون المشكل. وشنو هما الحويجات باش تقربنا اكثر، شنو هما الحويجات اللي كيكونوا ايجابيين في هذه العلاقات هذو، والحويجات السلبيين اللي الا بالو لينا خاصنا نهزوا حوايجنا وما نبقاوش في هذه العلاقه؟ ملي كيكونوا حويجات سلبيين كيخليوني نحس بدي زيموسيون نيجاتيف. اول حاجه بعدا خصنا نعرفوا هي انني يكون عندنا ان فوكابولير، واحد القاموس ديال المشاعر، لان المشكل اللي كنعبروا على المشاعر ديالنا ما كنعرفوش بعدا كيدونتيفيوها، ما كنعرفش انا باش كنحس. ساعد كريم ملي كنشوفوا شي علاقه وبحال اللي قالت الهام كيف ما كان نوعها، ديما كنقولوا شي جوج معاشرين الدرك على شي واحد، كيفاش يكون التوازن ما بين الحفاظ على العلاقه هو كيكون التوازن ملي كيكون التواصل سليم. شتي ملي كتكون مع واحد الانسان وكتقول ليه عصبتيني، هنا كنصنفوا هذا التعبير هذا بانه تعبير عنيف، لان حتى شي واحد ما كيعصبك، حتى شي واحد ما كيطيح منك، حتى شي واحد ما كيحقرك، انت اللي كتقرر تعطي الموافقه للاخر انك تحس بواحد الاحساس. اذا منين كنبداو نتحملوا المسؤوليه ديال داكشي اللي كنحسوا به وكنكومونيكيو وكنتواصلوا مع الاخر بدون عنف، هذه كنكونوا درنا واحد الخطوه كبيره بزاف باش تكون العلاقه ديالنا مزيانه مع الناس. شنو هما الامراض النفسيه اللي يقدروا يتسببوا يعني من خلال هاد العلاقات؟ المرض النفسي اللي كنعرفوه كاملين واللي زعما مشهور بزاف هو الاكتئاب ولا ديبرسيون. كيقدروا يجيو على لا ديبرسيون دوطخ مالادي. عندي واحد السؤال، اليوم وقيلا تاخذ شاب او شابه يمكن عندها الالاف من الاصدقاء في التواصل الاجتماعي وما عندهاش في الحياه اليوميه ديالها. هاد لي ريزو سوسيو عندهم الايجابيات ديالهم كثيره، كتبقى الطريقه باش حنا كنستعملوا هذوك المواقع ديال التواصل، المده اللي حنا كندوزوا في دوك المواقع ديال التواصل، هاد المسائل هي اللي كتحدد واش غنستافدوا من ديك المواقع ولا ما غاديش نستافدوا منها. ولكن في نفس الوقت العلاقات اللي كيكونوا عندنا في المواقع ديال التواصل الاجتماعي ما عمرهم ما غادي يعوضوا العلاقات الحقيقيه اللي كنعيشوا في الواقع. كيفاش نقدروا نوجهوا الاباء على انهم يوريوا وليداتهم كيفاش يكون عندهم علاقات سليمه في الحقيقه، في الحياه الحقيقيه ديالهم؟ انا دائما كناكد على ان العلاقات السليمه في الحقيقه كتكون اولا
بحسن التعامل مع داكشي اللي كنحسوا به. المناعه النفسيه ديالي كتاكل العصا كيف تنقولوا منين ما كنعرفش نتعامل مع المشاعر ديالي ومنين المناعه النفسيه كتاكل العصا حتى المناعه الجسديه هي غادي تاكل العصا. ولا كانوا عندي اضطرابات نفسيه غيكونوا عندي حتى اضطرابات عضويه. كنتكلموا على لي مالادي كارديو فاسكولير, كنتكلموا على دي كونسير بحال اليوم كنقولوا بان كنتو كتكلموا تطالوا على الكونسير دو سان. فكاينه واحد الدراسه دارت مؤخرا اللي كتقول بان السبب رقم واحد ديال لي كونسير دو سان وما دوك لي زيموسيون نيجاتيف اللي ما كنعرفوش نتعاملوا معاهم. بما اننا تكلمنا على وسائل التواصل الاجتماعي ما يمكنش لينا ما نهضروش على صناع المحتوى اللي حتى هما كيوصلوا رساله بطريقتهم. داكشي علاش اليوم حاضر معنا في بلاطو لي زيكسبير واحد منهم صانع محتوى اللي كيدير ان كونتوني زوين بزاف. انا من المتتبعين ديالو. التصفيقات الحاره على عادل تاويل. مرحبا بك عادل, شرفتينا. مرحبا, مرحبا بك في بلاطو لي زيكسبير. الله يحفظك, شكرا بزاف. بغيت نتكلم معك على سمعتينا مع الكوتش كنا كنهضروا على العلاقات الاجتماعيه, وانت من الناس اللي كيبين بزاف في لا كرياسيون دو كونتينو ديالو العلاقه ديالك مع الاصدقاء مع المجتمع مع العائله ديالك. واش بالنسبه لك هاد العلاقات هادو الا كانوا غير سليمه غادي تاثر على الصحه ديالنا؟ طبيعة الحال حنا شنو كندوزو في نهارنا مني كنفيقوا حتى الليل كيكون ميكس ما بين شنو كيقولوا لنا الناس شنو كنسمعوهم كيقولوا واخا نشوفوهم كيتحركوا حدانا بلا ما يهضروا معنا. هادشي كله كيكوننا حنا. دونك هاد التكوين ديالنا حنايا بالناس اللي كنشوفوا ولا الناس اللي كنتعاملوا معاهم كيحكم علينا حنا كي غنكون. هذا علاش انا كنركز بزاف مع من غادي نتلاقى شكون غادي يهضر معايا. جوستمون انت مسلطين عليك الاضواء لان عندك عدد كبير من المتتبعين. واش هذاك الشيء اللي كتسمع من الخارج كيأثر عليك على الصحه النفسيه ديالك؟ واحد الحاجه سمعتها قبل هي المناعه النفسيه اللي قالها الاستاذ. فريمون المناعه النفسيه ما كتكون الا بزاف د المرات كتسمع المعيور, كتسمع حاجات اللي غيضروك وكيضروك انتقادات اللي كيكونوا شويه قاصحين. اكزاكتومون, خاصهم يضروك هاد الحاجات في الاول باش من وراها ما يبقاوش يضروك. كيف ما اي مرض كيجينا حنايا كيجينا المره الاولى كتطلع لينا السخانه من وراها ما كتعاودش تطلع لنا السخانه. انت كيفاش كيأثر عليك هاد الشيء؟ يعني شنو هما الحوايج اللي كتحس بهم واش كتحس بها؟ في الاول كنت كنحس بها اكزاكتومون, كتضرك وكتقول علاش انايا كنسمع هاد الهضره وانا مثلا كنضرب تماره باش نوصل لها ميساج ولا علاش هذا كيقول لي بحال هكا. مي السؤال اللي خصنا نسولو ما نقولوش علاش كيقول لي بحال هكا, خصنا نعطيو الحريه لاي واحد يعبر بشنو كيدير ونشوف انا راسي مع راسي واش راضي عليه واش داكشي اللي كندير عاجبني صافي. العام الا سمحتي كنعرفوا الميدان الطبي عنده واحد الخصوصيه وعرفناك انت درتي تدخلات على هاد سي عادل على هاد الحالات الضغط في الميدان الطبي. شنو التمسي من هاد التدخلات واش مازال كاين شي حوايجات اخرين على الميدان الطبي؟ بطبيعه الحال انا من اخر الاعمال ديالي كان هو واحد دوكيمونتير على الاطباء, خدم مني عام ونص باش نقدر نخرجو. علاش؟ حيت شفناك بعدا كبرتي كنت صغير في الاول ماشي شي حاجه سهله خصوصا التعامل ديالك مع الاطباء خصوصا هاد الناس هادو نقدر نعتبرهم ماشي عاديين. يعني يشوف واحد مات واحد دام كاع هادشي كيشوفو ما يحس بوالو, حتى هو كيخاف من البنج وكيقول راه ما غنفيقش. يعني شتي الباكستيج ديال الاطباء اللي ما كيبينوش الامام المرضى ديالو. كيفاش جاتك الفكره على انك في صناعه المحتوى ديالك تقيس هذا الجانب الطبي وتسلط الضوء على المهنه ديال الاطباء؟ هنا فين كنهضروا على لونتوغاج. دابا انا في لونتوغاج ديالي عندي بزاف ديال صحابي اطباء وكنشوفهم هما معايا كصحاب كيضحكوا حتى هما. انا كنقول الطبيب واقيلا ما كيضحكش, واقيلا الطبيب حتى هو راه كيعيش في العمليات. لقيته كيضحك معانا كيجلس معانا, دونك بغيت نوري الناس بلي هذا توا راه بنادم بنادم بحالنا بحال. حيت زعما علاقتنا حنا مع الطبيب ديما كتكون غير في الكونسلتاسيون, فهادي ديما كتشوف داك الوجه اللي كيهضر معاك بحال هكا وي هاك لوردونونس. الناس نساو انه انسان, دونك بغيت نفس الاحساس اللي حسيت به مع دوك صحابي الاطباء يحسوا به كاع الناس, يحسوا به بلي راه بصح صاحبو. شكرا لك اللي حضرتي معنا في بلاطو لي زيكسبير. شرفتينا. دوري كنشكرك عادل وسيرتو على هاد الصوره اللي عطيتي على الاطباء والمهن ديالهم. وكندور ايضا كنشكر السي عبد الكريم النووي اللي عطانا واحد الملخص جد قيم على العلاقات الاجتماعيه والدور ديالها في الصحه. كنشكرك بزاف. مرحبا بك. شكرا. شكرا. ياسر, قلتي في بدايه الحلقه على ان الفقره الثالثه عندنا موضوع اللي كيهم الوليدات الصغار. شنو هو هذا الموضوع؟ هذا الموضوع غنتكلموا على اكبر مجرم ديال الانسانيه. شكون هو؟
هو السكر. وغنتكلموا بالضبط على مرض السكر ديال الطفل بعد هذا الفيديو. عدد الأطفال والمراهقين المصابين بداء السكري كيتزاد عام على عام، وحسب إحصائيات الفيدرالية الدولية لداء السكري، فعدد الأطفال والمراهقين في العالم واللي عمرهم أقل من 20 عام المصابين بمرض السكري من النوع الأول كيتقدر بمليون ومئة ألف طفل ومراهق، وكل عام أكثر من 132 ألف طفل ومراهق كيتصابوا بمرض السكري من النوع الأول، وأكثر من 41 ألف حالة من النوع الثاني. شكراً. ما غنلقاوش حسن من طبيب الاطفال اللي تكلمنا على مرض الاطفال. وكنطلب منكم تستقبلوا الدكتوره بشرى أبكة اختصاصيه في طب الاطفال. دكتوره بشرى مرحبا بك، شكرا بزاف على صراحه اول حاجه اللي بغيت نسولك، لان كنشوفوا الاباء كيتاثروا بزاف ملي كيشوفوا وليداتهم مرضوا بالسكر، وخاصه الامهات تقول لك انا وليدي مازال صغير علاش اللي مرض ليا بالسكر. داكشي علاش بغيتك تقربيهم اكثر من شنو هما الاسباب اللي كتخلي وليد صغير يتصاب بمرض السكري. الوغ اولا تنشكركم انكم طرفتيو لهذا المشكل ديال صحه الطفل اللي تيهمني بزاف. اكيد تتكون بحال واحد الحادثه خطيرة تتجي للأسرة فاش يعرف بأن الوليد ديالو مريض بالسكر، وتبقى يتساءل واش الماكلة، واش لحقاش جداتو مريضة بالسكر حتى هي، واش تياكل الحلوى بزاف، تياكل الحلوى بزاف ولا تياكل بزاف ديال السكريات. مرض السكري عنده بزاف العوامل اللي تتأثر فيه، ولكن مازال ما اكتشفناش أشنا هو السبب اللي تيخلي هذاك الطفل ولا ديك الطفلة جا هذاك السكر. السؤال بعدا اللي كيدهن الآباء أولا ولا الأمهات، واش انا الا فيها السكر ودي غيكون فيه السكر؟ كاينه واحد النسبه واحد النسبه تقدر تجي، الا كان الاب عنده السكر يقدر 10% الطفل ديالو يكون فيه، الام 4%، اذا كان شقيق تيكون واحد النسبه توام تيكون نسبه كبيره اكثر. ولكن كما شرحت لك كاين واحد العوامل سيدي ربي اللي عارفها. واخا شنو هما الاعراض اللي كيظهروا على هذا الطفل باش الوالدين ديالو خصهم يشكوا بلي يمكن يكون السكر؟ الوغ الا بان بانه تيشرب بزاف ديال الماء داكوغ، وبدا تيتبول بزاف تيمشي للتواليت، يعني نفس الاعراض اللي كيجيو الناس الكبار اكزاكتومون، وتزيد عليهم فقدان ديال الوزن داكوغ. هادو هما الاعراض اللي مهمه بزاف وتتبان في الاول، وبعض الاعراض اللي تتبان في المرحله الثانيه. المرحله الثانيه هي ان الطفل تيولي تعبان بزاف، تيولي فيه الجوع، عرفتي اللي كلاها تيبغي يزيد فيها، وهذا الشيء كامل الطفل الام ولا الاب الا ما كانش عنده التوعيه ديال هذا المرض السكري يقدر ما يبانش ليه. دكتور أبكة، واش مرض السكر عند الطفل هو نوع واحد ولا فيه اختلافات؟ كاين بزاف ديال الانواع ديال مرض السكري عند الاطفال. كاين نوع واحد اللي هو شائع، النوع واحد هو ان الطفل ما تيبقاش يفرز الانسولين الكافي باش يخدم الجسم ديالو. كاين نوع جوج اللي بحال تيجي للناس الكبار المسنين ولا في سن زعما البالغين، هو بسبب مقاومه الانسولين، يعني هذاك الجسم تيفرز الانسولين ولكن ما تيخدمش مزيان، ما بقاش عنده الحساسيه عند الخلايا ديال الجسم. وبيان سور كاين انواع اخرى مونوجينيك مودي، هذوك مهم جينيه اخرى. دكتوره بشرى، ملي كيبانوا هاد الاعراض والوالدين كيشكوا في هاد المرض، شنو هو الطريق اللي خصهم يتوجهوا له؟ الطبيب، التحليلات؟ الوغ بالنسبه ليا اول طريق الا جاب لها شكو خص التحاليل داكوغ، يبداو باي طبيب معالج كو سوا السبيطار ديال الحومه كو سوا طبيب اختصاصي في الاطفال والطبيب العام، هادو كلهم زعما مؤهلين انهم يشخصوا طب زعما مرض السكري. مي التحاليل خص باش نعرفوا واش من تحاليل، كو سوا النسبه ديال السكر في الدم على صيام ولا كو سوا الخزان اللي مهم بزاف هو اللي كيدير المصائب. اكزاكتومون، هو اللي تيبين لنا شنو هو المرحله ديال السكر عند الطفل ولا عند المريض ديال السكري. واخا كيفاش الاباء يقدروا يديروا المواكبه مع هاد الوليدات، يعني في الماكله ديالهم الا كانوا عندهم الانسولين كيفاش نقدروا نشرحوا لهم باللي هاد الدواء هاد الانسولين خصهم يديروه، كيفاش يتعاملوا مع وليداتهم؟ الوغ كما قلتي الانسولين هو العلاج، ولكن ماشي تيبري المرض. لي بومبا انسولين اللي كان الناس كيسمعوا بهم، لان كتتم زرع واحد في عظم الانسان ديال الليبرا، يعني بحال بطريقه ميكانيكيه ان كاينه اون بومبا انسولين اللي كتبرودوي دو الانسولين. الوغ وي لا بومبا انسولين، المضخه ديال الانسولين كاينه، كاين حتى في المغرب بزاف ديال المرضى ديالو اللي تيديروها، ولكن خصنا نعرفوا بانها هي بوحدها راه ماشي هي الحل،
الانسولين الماكله والرياضه, هادو هما الثلاثي اللي تيمكنوا الطفل انه يعيش حياه عاديه. اما باش نشري منتخب الانسولين وتقول بوحدها ماشي ممكن. فكيفاش الوليدات والاباء بالخاصه يقدروا يواكبوا وليداتهم؟ الوغ اولا فاش يمشيو عند الطبيب وتعطيهم العلاج تيتبعوا معاه بشكل مستمر يعني كل 3 شهور, مي الحل هو التربيه العلاجيه. وللاسف حنا في المغرب ما عندناش بزاف المراكز ديال التربيه العلاجيه, كاين في الرباط كاين في الدار البيضاء, بعض المراكز زعما متواضعه في مدن اخرى, ولكن ما تيديروش التربيه العلاجيه الكافيه باش يعاونوا الاسره ويعاونوا الطفل انه يعيش الحياه ديالو بشكل عادل. دابا حنا الوليد بما انه كيتصاب مرض السكري في سن مبكر فهو غادي يرافقوا حياته كامله, كيفاش يقدر يتعامل معه؟ الوغ اولا انا تنقول عند الطفل او المريض ديال السكري في الطفوله ديالو عنده جوج الحوايج, المراقبه السكري والعبار ديال الماكله. ما تمنعوهمش من السكريات, بالعكس حنا كانسان خاصنا واحد نسبه السكريات في الماكله ديالنا 60% ديال الكربوهيدرات, وما يمكنناش باش مرض السكري نقول له انت ما يمكنلكش تاخذ السكريات لا, ولكن خصنا نعرفوا امتى والكميه. اذا هذا الشيء كامل داخل لينا حنا في التربيه العلاجيه ديالنا. كيفاش نقنعوا داك الطفل بلي انه هو خمريض ولكن راه انسان عادي ويمكن له تكلمنا على العلاقات الاجتماعيه قبيله انه يدخل في هذه العلاقات الاجتماعيه. الوغ للاسف خصنا نبداو بالاباء هما الاولين, الوغ مرض السكري عند الاطفال الاباء الاولين خصنا نقنعوهم بهذه الافكار عاد ندوزو للطفل. الطفل تيشوف باه وشنو تيديروا رد فعل ديالهم. مرض السكري هو نمط عيش, نمط عيش صحي ديال التغذيه ديال العادات ديالنا زعما اليوميه, مرتبط بجوج الحوايج كما قلت لكم, قياس ديال السكر ونردوا البال الكميه ديال السكريات في الماكله ديالنا. لحقاش هذا الانسولين غير هرمون ماشي دواء يعني شيميك تنعطيو لهم عنده واحد التاثير على الجسم مع العمر ولا هذا. اذا حنا تنعوضوا الطفل النقص اللي عنده في الهرمونات بهذه الطريقه. ديجا الام والاب تيهبطوا شويه من الستريس ديالهم, الطفل حتى هو ما يقولش راه انا مريض راه ناقصني شي حاجه, باسكو مريض السكري ما ناقصو الا الانسولين, ما ناقصو حتى شي حاجه. شكرا لك دكتوره على كل هذه المعلومات اللي قدمتي لنا, ودائما ياسر غادي نبقاو. شكرا شكرا. وديما ياسر غادي نبقاو مع المعلومات, ولكن هذه المره في الفقره اللي كتقدمها لنا الهام زيدوحيه, وغادي نتعرفوا اكثر على لا سينيسيس. اهلا الهام واهلا ياسر. الهام اليوم هضرنا على سرطان الثدي, واليوم غادي تقولي لنا واش لا سينيسيس كتعوض على سرطان الثدي. بالفعل تكلمتوا على الاورام, وكانت شهاده مؤثره ديال كوثر الربعه اللي كانت حاله تشافي من السرطان. الله يشافي الجميع, وهذا هو المعلومه اللي غادي نتكلموا عليها اليوم. فواش في خبركم باللي سرطان الثدي هو جزء من قائمه الامراض المزمنه والمكلفه اللي كتسمى ALD افيكسيون لونغ دوري. بعد التصريح بالاصابه بمرض من الامراض اللي كتدخل في خانه الامراض المزمنه والمكلفه, الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كيتكلف بتعويض وتحمل مصاريف جميع الخدمات الطبيه المطلوبه لعلاج سرطان الثدي, واللي من بينها الجراحه, العلاج الكيميائي او الشيميو, وطبعا العلاج بالاشعه, وهذا الشيء بنسبه 95%. المرضى كيبقى على عاتقهم فقط 5% من التعريفه الوطنيه. نعطيكم مثال بالنسبه للطلب ديال لا بريزون شارج ديال واحد الحصه ديال الشيميو والادويه اللي كنحتاجوها خلال هذيك الحصه, المريض كيخلص فقط 5% من التعريفه الوطنيه, ولا سينيسيس كتكلف بالبقية. بالإضافة لهذا كتم تغطية بعض الأدوية باهظة الثمن اللي كيخرجها الطبيب للمريض في إطار العلاجات الخارجية بحال العلاج الهرموني, وحتى هي ممكن تخاد عن طريق تحمل مصاريف العلاج لا بريز اون شارج, والمريض ما كيخلص غير الفرق. هذه يعني واحد الحاجه اللي هي مهمه, خاص غير المؤمن يحط واحد الطلب عند اي وكاله ديال لا سينيسيس اللي كتعطيه واحد الشهاده ديال الموافقه باش يقدر يمشي عند اي فرماسيان من الاختيار ديالو وياخذ الدواء ديالو, وما يخلص الا 5% من ثمن المرجعي ديال هذاك الدواء.
واش في خبركم ايضا بان جراحه ترميم الثدي بما فيها تركيب الثدي الاصطناعي من بعد استئصال الثدي بسبب السرطان كيتم تعويض المصاريف ديالو من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بنسبه 95%، وهذه ايضا حاجه مهمه لان بزاف ديال الناس ما كانوش عارفينها. فكانت هذه هي المعلومه ديال اليوم باش تفهموا اكثر لا سينيسيس. ودابا نخليكم مع إلهام وياسر. شكرا إلهام على كل هذه المعلومات القيمه اللي قدمتي لنا. شنو عطينا شي خبر عاوتاني، شي معلومه صحيه ياك؟ واش كتعرف شي معلومه عندها علاقه بالمخ؟ ايوا كنعرف بزاف، ولكن انا عارف كتفاجئني عاوتاني. شوف حنا كنديروا محاولات باش اننا نتقاسموا معكم ومع المشاهدين ديالنا معلومات اللي كتهمنا. فاليوم غادي ندوي لكم على واحد من الاجزاء ديال الدماغ واللي هو المخ، واللي كيمثل الجزء الكبير من الدماغ ديال الانسان، والنسبه ديالو كتوصل ل 85% من الوزن ديالو. واش فراسكم باللي كل ثانية كيوقع حوالي 100,000 تفاعل كيميائي داخل المخ البشري، وكيتكون المخ من حوالي 100 مليار خلية عصبية. أنا عارفة باللي الأرقام شوية صعيبة، نتبعين معايا. ونزيدكم، كون كان المخ كمبيوتر فكان غادي يعالج 38 تريليون عملية في الثانية، أي أسرع من 585,000 مرة من أسرع أي كمبيوتر زي ما يكون كاين، غيكون هو غيفوتو في السرعة ديالو. وهذا الشيء اللي كيخص المخ ديالنا، فذكاءنا كبير ياك تفقس. كنضيف فقط واحد المعلومة، هو أن هاد المعلومات اللي عندنا على المخ الآن هما معلومات يلا كتنطبق على ما كنعرفوا على المخ في أقل من 10% ديال أكيد هما الدراسات دائما كيبقاو كيخدموا عليهم باش يعطيونا آخر الأشياء. وشتك وقفتي قبل ما نقدمك، لأن تولفنا في الفقرة ديال ياسر، هاد الفقرة الأخيرة كيجي وكيجاوبكم على كل التساؤلات ديالكم. أنا ما كيبقى عندي ما ندير، كنمشي لبلاصتي ونخليكم. لا لا غنحتاجك غنحتاجك إلا حصلت غنسولك. انا ديما كنبقى لا اليوم لقيت كنشوف المشاهدين المتفرجين عندهم شي اسئله غيكونوا شويه ربما دقيقه. شكون الاول اللي بغى يتكلم؟ تفضلي لالا. الدكتور ياسر الله يخليك، عندي واحد السؤال ديال ليبرا. علاش ليبرا ما كدكش غير في واحد المنطقه في واحد البلاصه؟ شكرا وشكرا لك دكتور ياسر. الوغ كاين في الليباري، كاين بعدا اولا ملي كنديروا الحقنه ولا الليبرا، كاين الليباري اللي كيداروا في العرق، وهما خاصين في الغالب بواحد النوع الادويه اللي كننتظروا منهم واحد المفعول يعني كيكون سريع، لان الدواء اللي كيدوز في العرق كيكون المفعول ديالو في اقل وقت باش كيبدا يعطينا المفعول. اذا خاص بعض الادويه، وعندنا بعض الادويه اللي كتكون كتعطى مثلا 5 ايام ولا 6 ايام ولا 7 ايام متتاليه، هذيك صعيب الانسان يديرها في العرق دائما، وكيديرها ميسكولير يعني في اللحم. هذاك يعني كي كانت ليبرا ديال العرق او ليبرا ديال المسكل، فملي كنضربوها في واحد البلاصه، هذيك البلاصه كيوقع فيها واحد شويه ديال السيلان، يا ديال الدم يا كنقيسو شي عريق. اذا من الا كنا غنعاود نضربوا ابره اخرى، من الاحسن نتفاداو هذيك البلاصه الاولى على ما تبرى الا بغينا نقولوا، وندوزوا لمكان اخر. ولكن اللي مهم هو ان الابره اللي مديوره للعرق تدار في العرق، والابره اللي كدار في المسكل تدار في المسكل. كاين شي سؤال اخر؟ تفضلي يا بنتي. دكتور ياسر، السؤال اللي عندي هو بعد الخطرات تيبانوا لي شي نقيطات بيضين في الصبيعات ديالي، وكانت واحد صاحبتي قالت لي بلي هاد النقيطات البيضين السبب ديالهم هو انني ما تنشربش الحليب. انا ديما شي واحد مني كيقول لي قال لي صاحبي ولا قال لي صاحبتي ولا قال لي راجلي ولا قالت لي مراتي، ديجا كنعرف بان الكماله ما هياش. الانسان بطبيعه الحال كيستاشر مع الاصدقاء ديالو، ولكن هذا الشيء ديال الحليب ولا نقص في هذا ما كاينش واحد العلاقه مباشره باش انا نعطيك. ماشي يقدر يكون نقص في الكالسيوم؟ لا، كل ما عنده علاقه بالجلد كيكون امراض ديال الجلد. ديال الجلد هو الحليب مزيان الانسان يشربه، ولكن ما عنده علاقه بهاد النقطه اللي سولتي. كاين شي سؤال اخر؟ تفضل. دكتور بغيت نسولك، دابا فاش كنمشي مع الوالده للسبيطار كتكون هي عيانه وما كيديروش ليها سكانر، واش ضروري؟ كاين المرضى اللي كيبغيو داك السكانر اكثر ما كنبغيو احنا. وثانيا باش تعرف قبل ما نجاوبك على هذا السؤال، كاستاذ ديال الطب
ملي كندوزو امتحانات الطلبه ديالنا راه من بعد بعض الاسئله اللي كنحصلوا فيها الطلبه هي فوقاش خصو يدير السكانر، لان ماشي حيت عندنا الراديوات كاملين الا ما كانتش واحد التراتبيه في الطلب ديال الفحوصات هذه خص المواطن يقتنع بها. الفحوصات اولا الصحه ديالو، ثانيا الاقتصاد الوطني ديال الصحه، لان تكون كتأدي مباشره وكتأدي عليك الضمان الاجتماعي، فهو هادو كيتسموا يعني دي ديبونس ديال الصحه. هادو الا ما كانوش معقلانين ومقننين فهما كياثروا على الجميع. اذا لا من الناحيه العلميه ولا من الناحيه الاجتماعيه ولا من الناحيه الماديه لا بد تكون هناك تقنين للادويه ولا التحليلات ولا الراديوات. بحال قلتي لي انا غنمشي عند واحد الطبيب خصو يعطيني الدوايات كاملين واللي غتصدق هي اللي غتنجح. راه الطبيب ما هو مؤهل انه يرشد لا التحليلات ولا الراديويات ولا العلاج. ولا داك الساعه بعض الحالات ملي الطبيب كيقول لك الا ما هذه ما عطاتناش هذه النتيجه راه حنا غندوزو لهذاك السكانر، وباش تبقى على خاطرك ملي تبغي تدوز السكانر. الا مازال الوقت ناخذ سؤال اخر. قدروا ناخذ سؤال واحد اخر. تفضل. دكتور ياسر، انا عندي واحد دابا انا فاش كيجيني الجوع كنتعصب. دونك انا كنتعصب عاد كيجيك لا فاش كيجيني الجوع. الحمد لله دابا فرحان يعني واكل شبعان. فاش كيجيني الجوع كنتعصب، ولكن فاش كناكل كنحس براسي مزيان. واش الجوع عنده علاقه بالعصاب ولا شنو؟ بغيت نفهم. واخا ماشي علاقه مباشره، ولكن اللي هو يعني الجوع هو واحد الاحساس كيجي من واحد النقص ديال الذات كتكون مطالبه واحد المجموعه ديال البروتينات والفيتامينات اللي خصهم يدخلوا في الاكل. هذا هو اللي كنسميوه بالجوع. ونفس لينيغ اللي كيعيطوا على الماكله عندهم ارتباط ايضا بالضغط الدموي وبالدوره الدمويه، يعني كيكون عندهم بليزيوغ طاش بزاف ديال الوحده. في بعض المرات هذوك لي طاش كيتلاقاو بيناتهم وكي في نفس الوقت اللي كيطالب الجسم بواحد الماده او بواحد البروتينات، فبحال كيبرك على واحد البوطون اللي هو ديال ارتفاع الضغط الدموي. والعكس صحيح عاوتاني، الاكل الانسان اللي كياكل ولا كلا بالزربه ولا كلا اكثر من اللازم ولا ما ضبطش، فالذات بحال اللي غتكون عندها واحد الجواب على ذاك الطريقه ديال الاكل، وغتأدي اما الانسان يترخى وينعس اما الانسان يتعصب ويتقلق. وكلا جاوبت على السؤال ديالك. شكرا لك ياسر على الاجوبه ديالك، وبهذا كنكون وصلنا لنهايه الحلقه. كنشكر بدوري الجمهور الكريم المشاهدين، وكنتمناو نلقاكم في حلقه مقبله ان شاء الله. صحتنا مهمه ما نهملوهاش، نحميوها ونتهلاو فيها. نتلاقاو معكم ان شاء الله السيمانه الجايه في موضوع جديد، ضيوف جداد، ودائما في لي زيكسبير.